السلام عليكم خالتي، واش راكم صافا؟ شويه اليوم كيما راكم تشوفوا هنايا مانشستر سيتي يفوز على برايتون. برايتون هو البيون ب5 اهداف مقابل صفر. الاهداف التي سجلها كل من راحيم ستيرلينج بهدف رائع، وجابرييل خيسوس، وراحيم ستيرلينج ايضا، وبرناردو سيلفا، وراحيم ستيرلينج ايضا في الهدف الخامس. وقد قدم الرجل من الجزائر رياض محرز سمية العاصمة رائع. صراحة محرز قدم مباراة جيدة في اليوم خاوتي، ممسي ما سجلت ميت فنا درت سمية العاصمة رائع، عطاو له كافيير ستيرلينج سجلها براسو، عطاو مليمتر راسو. وتفنى في الشوط الثاني كان يحب يسجل شحال لقطات، اوه شفت هذيك اللقطه كان وحده انفراد الحارس، رغم كان برا مدافع اول راح طيح للمدافع الثاني، رجع المدافع قال له اوه ما طيحتكش بيان انت راه غادي نطيحك، طيحهم كامل. مازال غير يدرب الاربيتر وما حلفوش الزهر وما حطاش في هذاك في الشباك. وستيرلينج اللي كان عنده زهر اليوم سجل الهدف الخامس اللي شفتو، طاح طاح راح تسمعوا كذا، كان عنده صغار وسجل الهدف الخامس في ما عرفتش. شفنا بعد هذه اللقطة جات له انفراد أيضا لقطة، هو شفنا ضرب بيد وكذا زعفت، شفنا شوية كان مرة شوية مرة موقف شوية زعف في نهاية المباراة لأنه لم يسجل، لأنه كان لديه فرص كثيرة وكثيرة جدا. أما عن المباراة اللي قد نجوجو على تحليل المباراة بشكل عام، كما راكم تشوفوا هنا جوارديولا اعتمد على خطة 4-3-3 كلاعب معتاد، إيديرسون في حراسة المرمى، إيميل لابورت، إريك غارسيا، كان وركن بنجامين مندي في قلب الدفاع، في الدفاع وسط الميدان عندنا رودري، كيفين دي بروين، وبرناردو سيلفا، وغير ضبط سيلفا أيضا، وفي الهجوم عندنا إيراد محرز، لينو، وبيير خيسوس، وراحيم ستيرلينج. أيضا في المباراة سيطرة تامة لمانشستر سيتي، كما عودنا مع الفريق ضعيفة وليس فقط مع ضعيف فقط مع صحيح كلمة مع كل فريق عفوا، سيطرات تامة، فرص كثيرة. ورأينا أن رياض محرز كان رغم أنه في التشكيلة كان مصمم كظهير أيمن لكنه كجناح أيمن عفوا، لكنه كلاعب في المباراة كرقم 10، حيث رأينه كثيرا يتحرك تحركات كثيرة في وسط الميدان، وبينما كان دوبرين والذي كان يلعب على في الجهة اليمنى. ورأينا كرة لاعب جميل، كرة سريعة، كرة داخل منطقة العمليات، ورأينا هدف أول رائع من راح ستيرلينج. أما نجمنا رياض محرز فرأينا أنه كان في كل كان مت كيش نقول لكم خواتي، كان هو سبب تاع في كامل لي زاكسيون. الهدف الثاني تاع ستيرلينج، الهدف الأول تاع ستيرلينج هو يسونطرها عطى العرضية هذيك، وكم توشاش قبل كانت مباراة حاسمة لينا مباراة حرز أيضا. و تفنى كان حاب يسجل حاب مي ما حرفوش الحظ اليوم هاوتي، لازم تعفو عليه باسكو هو قدم مباراة جيدة. الصوغة الهدف في هذه المباراة تفنى حتى بكذي عليك الفرصة أمام الشباك، تفنى نهار في الأرض وراح بتالي اللي جا قال له مزال عندك الفرصة باش تسجل، ولازم ندعمو نكون توجور معاه على بالي خوتي راكم معاه توجور. وقدم مباراة جيدة وكلاك غني الحاكم سجل الهدف. وقبل ما ننصركم خوتي اللي حبيتو تعاونوني خوتي اشتركوا في القناة، وحبيت نوصلو لتبعية المشترك، وعلى بالي تقدروا توصلوا لنا إما لا تشتركوا في القناة خوتي وفعلوا زر الجرس وانشروا هذا الفيديو. صراحة خوتي راني نخدم كل يوم خدمة، راني باش نخدم باش نوصلكم الخدمة تاعي خوتي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتنشروا هذا الفيديو صراحة. والسلام عليكم.